السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة بإصابات الأهلي. الأهلي يا جماعة بقى كل ماتش يقع منه لعيب. يعني تعالى كده من الشناوي في المنتخب، الشناوي، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، دلوقتي بقى بيرسي تاو، معلول، وادي مروان، تمام. كل ده يا جماعة اجهاد على اللعيبة. اللعيبة الدولية بتاعت الاهلي ما بترتاحش اصلا، تمام. وفوق ده كله الكابتن حسام حسن بيقول لك انا عايزهم في المعسكر اللي جاي قبلها باسبوعين. ده عند ام ترمس الكلام ده ولا ام حمص دي؟ تمام، مفيش الكلام ده، مفيش لعيب هيخرج من الاهلي الا في ميعاد الاجنده الدوليه، تمام. انتوا لو عايزين تبوظوا الدوري وتلغوه بقى زي ايام الجوهري، دي حاجه بتاعتكم، دي كانت ايام مضت وجرى عليها الزمن ومش هترجع تاني. لو انت بتفكر ترجع الايام دي يا كابتن حسام يبقى انت ماشي على طريق الفشل ومش هتكمل، دي نصيحه لله، ومش هتكمل في المنتخب، تمام. لان الاحتراف دلوقتي ان انت بتجيب لعيبتك المحترفة، عارف انت عندك مين ومين ومين. وما انت كنت قاعد في ماتش الزمالك بتتفرج على ايه؟ مش بتتفرج على اللعيبة؟ واللعيبة في انديتها بتتدرب وبتعمل كل حاجة، انت بتجيب لعيبة جاهزة، يدوبك بتحط خطتك وبتلعب. لكن تقول لي هو انت هتعلمهم الف ب من جديد؟ دي حاجة مش عايزين نرجع ليها، بس كان لازم نقولها في اول الكلام كده، تمام. كلكم يا جماعه شايفين اصابات الاهلي واحد ورا واحد ورا واحد، وده يعني خلى جماهير الزمالك في ماتش امبارح بتقول لك الله حي، دور الاهلي جاي. يعني لعيبه الزمالك، جماهير الزمالك بتقول لك الله حي، دور الاهلي جاي. طب انا عايز اقول لك حاجه، ما تديني اماره على كده، اديني اماره على اللي انت بتقوله. يعني تعالى قول لي انا غلبتك امتى وامتى 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 كده، ودورك جاي المره الجايه. لكن انا اللي اقول لك الله حي، دور الزمالك جاي. احنا اخر اربع ماتشات مدينك على عينك، كلهم فوز، مفيش تعادل حتى. 2-0 و4-1 و3-0 و2-0، تمام. فانت معمي واخد على عينك وجاي دلوقتي تقول لي الله حي، دور الاهلي جاي، بجاحه، تمام. نرجع للمصابين الاهلي. بيرسي تاو لسه الدنيا ما بانتش، معلول ما نزلش التدريبات لان بيقول لك لسه حاسس بتقل في العضله الخلفيه، تمام. وادي مروان نفس الشكوى بتاعت معلول اللي بيشتكي منها، تقل في الخلفيه ومش قادر. فده اجهاد يا جماعه على اللعيبه، لود عالي جدا على اللعيبه من منتخب لدوري الافريقيا. فاللعيبه دي مش حديد، وكولر قالها في المؤتمر الصحفي، قال لك لعيبه الاهلي دي مش حديد، لازم اللعيبه تستريح. ويجي الكابتن حسام حسن يقول لك انا عايزهم قبلها باسبوعين. انا بناشد اداره الاهلي مفيش الكلام ده اصلا، ومحدش يوافق على الكلام ده يا جماعه، لان كده انتوا بتقضوا على فريق النادي الاهلي. كده بتقضوا على فريق النادي الاهلي، وده انا شايفه ان هو مخطط بقى، ها، لوقوع الاهلي. هتقول لي حسام حسن مشترك فيه؟ اقول لك الله اعلم، بس ده كده خطه، ها، لوقوع الاهلي، زي موضوع الجماهير بالظبط. محدش يقول لي ان الجماهير عزفت ومش عايزه تروح، اصل الامن بيضايقها، اصل التذكره غاليه. لا 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 لا. كان في فيديو للاستاذ ابراهيم المنيسي، فانا قاعد بسمعه واخد بالك، فتلاقيت لك تعليق كده شدني، رحت سايب الفيديو وداخل على التعليق اللي المشجع كاتبه للاستاذ ابراهيم المنيسي. بقول له يا استاذ ابراهيم انا من احد المشجعين للاهلي اللي بيحضروا اغلب المطوشة في التالتة شمال، احنا الموضوع له امن ولا هو تذكرة ولا بتاع، في ناس بتخش المدرجات، ها، بتسوق الجماهير لحاجات مش فاهمين يعني ايه. هم بيسوقوا الجماهير لهتافات والكلام بتاع، ودول اصلا مش من جماهير الاهلي،
دول مش من جماهير الاهلي. وبعدين في التالتة شمال احنا طول عمرنا عارفين ان دي بتاعت الجماهير اللي بتشجع، ما هياش بتاعت العائلات. دلوقتي بيحطوا لنا العائلات في التالتة شمال عشان ما نعرفش نقف ولا نعرف نشجع ولا نعرف نعمل حاجة. فهم عمالين يحطوا عراقيل حتى الجماهير النادي الاهلي، ها، عشان قال لك جمهوره ده حماه، وعارفين ان جماهير الاهلي ورا الاهلي في اي مكان. قال لك نضرب بقى الجماهير في الاداره في اللعيبه في كله ببعضه ونشوف الدنيا هتعمل ايه. فانا بناشد جماهير الاهلي كله يحضر يوم الاثنين يوم ماتش الزمالك، كله يحضر وكله يعبر عن رايه جوه الملعب، كله في الاستاد كده يعبر عن رأيه ويقول احنا عايزين ايه، ويقول ايه اللي بيضايقه وايه اللي بيتعرض له وايه. ما هو ما ينفعش يبقى ماتش الاهلي فيه 500 واحد، ها، وماتش الزمالك فيه 20,000 واحد، وتيجي تقول لي ايه ده الجماهير عزفت. لا يا حبيبي، قول لي الجماهير عزفت عن الحضور ليه؟ ايه السبب اللي خلى الجماهير عزفت عن الحضور؟ تمام. فدي ده كان واحد من المشجعين وكان بيناشد الاستاذ ابراهيم المنيسي، ها، وكتب له كده في التعليق وانا قريته بالصدفه. تمام. فيا جماعه ربنا يوفق لعيبه الاهلي ويتم شفاها على خير. القوه الضربه بتاعه النادي الاهلي كلها يعتبر مصابه. بس هقول لكم بحاجه، اي حد هيلبس فلينه النادي الاهلي وهينزل يوم ماتش الزمالك هيغلب الزمالك. الناس دي اصلا بتشوف الفالنة دي بتترعب، الناس دي بتشوف الفالنة دي بتتكهرب. اوعى تغرك الحركتين اللي عملوهم قدام ماتش الاتحاد والبتاع والكلام دوت، كل ده ما ياكلش قدام الاهلي، كله هيبان في الملعب يوم الاثنين. ها، وانا بقى كمشجع اهلاوي وانا اللي بقول لك الله حي دور الزمالك جاي، ويوم الاثنين هنطلع وهنقول الكلام ده مع بعض بعد الماتش مباشرة. نروح للكابتن خالد الغندور، ها، وفي مثل بيقول لك كلم القرعة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. ايوه القرعة، مش هي القرعة. تمام. خالد الغندور طالع يقول لك ايه؟ الناس كانت بتتهكم على جنش وبتاعه بتقول فوت، طب ما تشوفوا جون علي لطفي. ماله جون علي لطفي يا عم؟ يا عم ده علي لطفي يعني مفروض ياخد هو رجل المباراة على الماتش اللي عمله. وبعدين يا كابتن ابليس انت، ما انت اصلا كل واحد ما بيعرفش يتوب عن اللي هو فيه. انت جيناتك كده راجل ابليس بتحب تولع الدنيا وتوقع الدنيا ببعضها، هي دي شغلتك من ايام ما كنت في قناة الزمالك. يا كابتن خالد كل ما نقول ده ربنا كرمه وراجل بقى بيتعامل في الاعلام باحترافية، لكن لا 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 لا، هو انت نفس القرعة، كلم القرعة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، هي بالظبط هو نفس السيناريو. كابتن خالد الغندور بيقول لك ان علي لطفي فوت الجون بتاع الاهلي. علي لطفي اللي صد يجي 100 كورة من لعيبة الاهلي امبارح، ولولا ان مودست بالمدافع بتاع زد، ها، هما اللي عملوا حاجه بالرؤيه عن علي لطفي، الكره دي ما كانتش دخلت. فهي الكره فيها توفيق من ربنا، ومودست بالمدافع حاجه بالرؤيه عن علي لطفي، وكان لنا النصيب ان احنا ناخد الثلاث نقط. لكن فضايح جنش يا كابتن خالد، انت عارفها كويس وانتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه. جنش بيسيب الماتش بالتليفون. تمام. كلكم فاكرين الفاول بتاع شيكابالا اللي جنش راح يجيب قهوه من الكافيه وساب الجون وبعدين رجع نط كده في الاخر بعد الكره ما دخلت الشبك؟ كلكم عارفين فضايح جنش وجوان جنش اللي فضايحه ما بتبانش الا قدام الزمالك. مفيش جون بيخش من ده في جنش في اي ماتش. طب ما تفتكروا ماتش الاهلي وفيوتشر جنش كان عامل ازاي؟ هاتوا انتوشت الاهلي وفيوتشر وهاتوا انتشت الزمالك وفيوتشر، وانتوا تعرفوا جنش بيفوت المطوشه ولا لا؟ تمام. وبعدين في دليل قاطع، المدرب بتاع فيوتشر كابتن عبد العاطي استبعد ليه جنش من مباراه الزمالك الثانيه، ومن ساعتها ما حطوش في القايمه ليه؟ ها، عنده دوالي ولا عرق النسا بينقع عليه؟
عشان عرف انه راجل متلاعب، عرف انه ما بيحترمش الفانيلة اللي لابسها، راجل ما بيحترمش الجنيه اللي بياخده، ما بيلعبش بشرف، فعشان كده راح مستبعده. جنش هو اللي صعدكوا لمركز شباب الكونفدرالية في الدور قبل النهائي، هو اللي صعدكوا جنش بماتش 2-1 ده، لكن انتوا فيوتشر ما كنتوش هتعرفوا تصعدوا من فيوتشر، تمام؟ وجايين تقولوا لي الله حي دور الاهلي جاي، طب احنا قاعدين ومستنيين الاهلي ومستنيين الزمالك ونشوف هيعمل ايه مع الاهلي. اخر حاجه نروح لها بقى الاعلامي الاستاذ ابراهيم عبد الجواد بانتمائه الزملكاوي، اللي هو لازم يعرف ان هو لما يجي يكلم الجمهور يعرف ان الجمهور عارف ان هو زملكاوي، فيتكلم بهذا الاساس. اما يجي يتكلم على لعيب من الاهلي لازم ياخد باله هو بيتكلم عشان الجماهير عارفه ان هو زملكاوي. الكابتن ابراهيم عبد الجواد طالع يقول لك محمد عبد المنعم بيتعالى على الكوره، محمد عبد المنعم بيحلم بالاحتراف، فانت ركز في الملعب وما تتعلاش على الكوره، والاحتراف هيجي واحده ومش عارف ايه واحده واحده والكلام دوت، تمام؟ الكلام ده يتقبل من اي حد، لكن منك انت يا استاذ ابراهيم ما يتقبلش، لان انت راجل انتمائك زملكاوي، انت اعلامي بس اعلامي زملكاوي محسوب على الزمالك. فما تيجي تتكلم على محمد عبد المنعم لا تقول لي بيتعالى ولا ما بيتعالاش، وش معنى الكلام ده، والنصيحه اللي انت بتنصحها له دي ما جاتش الا قبل ماتش الزمالك. فاستاذ ابراهيم او يا كابتن ابراهيم زي ما بيقولوا لك خليك في ناديك، ها، واتكلم بقى على صمول وعلى عبد الله السعيد وعلى ناصر ماهر وعلى المسلوسي، مالكش دعوه بلاعيبه الاهلي. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو يا جماعة، وشكرا ليكم، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وحصري. سلام عليكم.